صباح الخير نور، يسعد صباحك. يسعد صباحك، صباح جميع مشاهدي الأخبارية السورية وين ما كنتوا عم تتابعونا. نتمنى هالنهار يحملكم الخير والبركة وراحة البال ورزق الكتير يا رب. اليوم عيد المعلم، فتحية أكيد لكل المعلمين السوريين، تحية لكل معلم اليوم أدران رغم كل الظروف القاسية والمعيشية والاقتصادية، يفيق الصبح يروح على دوامه يعطي من قلبه. كلياتنا لنا ذكريات جميلة مع المعلم، يمكن ما في حدا إلا ما بذاكرته معلق ذكرى جميلة مع معلمه بأيام المدرسة، إن كان بالابتدائي ولا الإعدادي ولا الثانوي. المعلم هو مثل كان بالنسبة لنا الأب أو الأم، هو المربي الفاضل اللي بيأثر بشخصيتنا وتكوينها. فتحية بعيد المعلم لكل المعلمين، تحية لكل معلم سوري اليوم خلال كل سنوات الحرب، أكثر من 10 سنوات تم استهداف القطاع التربوي والتعليمي، كان قادر يكمل ويعطي من قلبه لكل الطلاب السوريين. كل عام وأنتوا بألف خير، كل عام وأنتوا عز ونصر لنا. أكيد أكيد نور، بدي أقول لك صباح الخير لك، وصباح الخير عن جديد لكل مشاهدينا ومتابعينا. طبعا اليوم حسب التقويم نحن عم نحتفل بعيد المعلم العربي السوري، المعلم اللي قدر خلال كل هاي السنين يكون قدوة للتلاميذ. كانت مرحلة صعبة كتير على الطلاب والأطفال بالذات هاي المرحلة، ولكن قدروا معلمينا أنه يجتازوا ويكونوا سند للأهل أيضا من خلال تعليم الأطفال، وأيضا خلينا نقول انتباه عليهم خلال هاي الفترة. أيضا المرأة كانت كارثة الزلزال، تحولت عدد كبير من المدارس إلى مراكز إيواء، وكان المدرسين موجودين ليمدوا إيد العون من خلال نشاطات تفاعلية ومن خلال الدعم النفسي اللي قدم للأهالي المتضررين وأيضا للأطفال ضمن المدارس. بكل مكان وبكل زمان كان لهم دور مهم. بدنا نقول لهم كل عام وانتم بخير، كل عام وايضا اولادكم بخير. نحن كلياتنا كل فينا عنا استاذ معين او انسه معينه ما بنقدر ننساهم من ذاكرتنا، كانوا سبب لحتى نكون او نكمل بمجال معين من المجالات، ان كان بالتعليم او ان كان بحياتنا. فبدنا نقول للكل كل سنه وانتم سالمين. رح نبلش بفاصل صغير وبعدها محطات صباح نظر. سلمى، من كل سنة ب 16 آذار بنحتفي وبنحتفل بعيد المعلم، خلونا نتعرف على بعض التفاصيل بهذا اليوم بالتقرير التالي. تعد مهنة التعليم منذ أقدم العصور من أهم المهن وأكثرها وقعاً على البشرية، فهي تساهم في تنمية الأخلاق وتعزيزها، إضافة إلى المساهمة في تطور الفكر والثقافة عبر الأجيال. فعلى مقاعدها يتربى الطبيب والمهندس والعالم، ولأجل هذا يحتفل العالم بيوم المعلم تكريماً له. يحتفل باليوم العالمي سنوياً منذ عام 1994، وهو بمثابة إحياء لذكرى توقيع التوصية المشتركة الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في عام 1966، والمتعلقة بأوضاع المعلمين واعترافاً بالمساهمات الحيوية التي يقدمها المعلمون من أجل التعليم والتنمية. في سوريا يتم الاحتفاء سنوياً بيوم المعلم، فالمعلمون أصحاب الرسالة المقدسة، هم بناة الأجيال الحقيقيون، لأنهم يبنون الإنسان الذي هو ركيزة المجتمعات وأساس تقدمها، وذلك تقديراً لجهودهم، حيث اعتمد من قبل وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية ثالث خميس من شهر آذار من كل عام يوماً لعيد المعلم العربي كعطلة رسمية. وفي هذا اليوم نقول لكل المعلمين كل عام وأنتم الشمعة التي تضيء درب الأجيال، كل عام والعطاء يبقى عنوانكم. نور، وبأولى مساحتنا الصباحية لليوم بحلقتنا الخاصة بمناسبة عيد المعلم رح نحكي أكثر عن طبعاً قطاع تعليمي هام شمل مجالات واسعة تربوية، باعتبار طبعا المعلم هو البوصلة لتنشئة أجيال تربويا ومعنويا. هي القطاعات هي شكلت البنى الأساسية في سوق العمل بمجالات مختلفة، منها الكهرباء والإلكترون وتقنيات الحاسوب وغيرها.
أكيد القطاع التعليمي المهني قطاع جدا مهم اليوم، كثير مهم اليوم دعم هيدا القطاع في جهود كثير كبيرة عم يقوم فيها الكادر التعليمي وبذل جهود من خلال وزارة التربية لدعم هيدا القطاع خصوصا لإغناء سوق العمل بخريجين فاعلين منتجين. لنحكي عن هيدا الموضوع أكثر خصصنا له مساحة خاصة بحلقتنا الخاصة بعيد المعلم مع الدكتور محمود بني مرجي معاون وزير التربية لشؤون التقنية. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير، كل عام وانتم بخير. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك، كل عام وانت بخير. خلينا نبلش مع حضرتك، يعني قطاع التعليم المهني التربوي قطاع واسع، تقريبا عندنا اكثر من 500 مدرسه ضمن مجالات مختلفه مهنيه تجاريه نسويه. خلينا نبدا باهميه هذا القطاع التعليمي. طبعا اولا كل عام وانتم بخير وكل عام وطننا بخير، ورحمه للشهداء شهداء الوطن بالحرب وبالزلزال، والشفاء العاجل للمصابين، وأخص منهم كمان شهداء وزارة التربية السادة المعلمين زملائنا اللي قضوا بالزلزال وأولادهم وعائلاتهم، رحمة للجميع إن شاء الله. بالنسبة للتعليم المهني طبعا هو جزء أو جناح من جناحي وزارة التربية، يمثل المسؤولية عن تخريج وتجهيز الكوادر الفنية المؤهلة المثقفة القادرة على التعامل مع التقنيات في مجالات الصناعة والزراعة ومجالات التجارة حتى والفنون النسوية بكل أشكالها طبعا. طيب خلينا نحكي، بنعرف نحن التعليم بالقطاع المهني مختلف عن التعليم الأساسي، بده جهود مضاعفة، بده تأهيل كوادر مختصة، يعني احنا عم نحكي عن زراعة صناعة تجارة فنون نسوية. خلينا نحكي عن تأهيل الكوادر، قديش فعليا عم يقوموا بتأهيلها من خلال دورات تدريبية بشكل مستمر؟ وبحس اليوم يعني الجانب القطاع المهني بده دعم كبير، لأنه أساسا نحن فايتين على مرحلة إعادة إعمار، فكل الاختصاصات المهنية اليوم السوق بحاجة لها بشكل كبير. طبعا التعليم المهني عموما من حيث المبدأ هو تعليم تخصصي، فكل مهنة تتطلب وجود مهندسين ومعلمين حرف ومعاونين مهندسين من نفس التخصص، وبالتالي محدودية أعداد المهن تتطلب التركيز بدقة على تخصص دقيق لكل صحيح. مدرس من المدرسين. طبعا هذا يزيد من صعوبة الحصول على هذه الكوادر، خصوصا لأنه جانب عملي طول الوقت تماما المهني. يتطلب خبرة ودراسة نظرية من حيث المبدأ ثم خبرة عملية في السوق، فهذا الشيء طبعا ينعكس على كمية أو عدد المتوفر في السوق من هذه الكوادر التدريسية، وهي إحدى أكبر المشاكل عندنا في التعليم المهني بسوريا حاليا، وهي غياب الكوادر التخصصية للأسف خلال فترة الأزمة بالحرب. فقدت سوريا عدة آلاف من صحيح. المتخصصين ومن كبار الخبرات التي بنتها بجهود حثيثة وعبر عشرات السنوات، لكن نعمل إن شاء الله ونبقى متأملين بالوطن، الوطن أمتنا أم ولادة، وسوريا تنجب الكوادر هذه إن شاء الله. المهن الموجودة حاليا بالتعليم يعني حوالي 22 مهنة، طبعا نحن في صدد زيادتها حاليا، كمان الأسبوع القادم إن شاء الله في عنا توقيع عقد لتوسيع مهنة دخول مهنة الصناعات الجلدية من خلال اتفاقيات مع شركات متخصصة بهذا الموضوع. هذا الشيء طبعا يؤدي إلى الحصول على تقنيات جديدة وبالتالي افتتاح مخابر جديدة وتأهيل كوادر جديدة بهذا التخصص. عدد المهن مثل ما حكينا 22 مهنة تتنوع ما بين الكهرباء، الميكانيك، ميكانيك السيارات، التدفئة والتكييف، الاتصالات، التجهيزات الطبية، ميكاترونيكس والعديد من المهن، إضافة للقسم التجاري وقسم الفنون النسوية بكافة أفرعها، ولكن أهمها هو قطاع الخياطة والتفصيل. يعني دكتور محمود، يمكن بنعرف أنه قطاع التعليم من أكثر القطاعات اللي تضررت خلال فترة الحرب، وقطاع التعليم المهني ضمن هاي القطاعات اللي كان له يعني تأثر كبير بسبب غياب بعض المستلزمات والحاجات الأساسية لهذا القطاع. ولكن خلينا نقول قديش أثر قانون 38 اللي صدر بعام 2021، اللي طبعا هو لتطوير قطاع التعليم المهني، وخلينا نحكي عن أبرز ما قدمه هذا القانون لهذا القطاع،
واعتبار يمكن بعض المدارس هي مراكز للإنتاج؟ بطبيعة الحال طبعاً بخلال الأزمة فقدت وزارة التربية الكثير من المراكز المهنية، سواء مدارس مهنية أو معاهد تقنية، من خلال تدمير المباني أو نهب المستلزمات والمعدات الموجودة في هذه المدارس ضمن المناطق الساخنة. لكن الوزارة دائماً تحاول جاهدة للتعويض وترميم ما تضرر. من أحد أهم أسباب وجود مشاكل في التعليم يعني هو غياب الكوادر بسبب المردود المادي. يعني اليوم أنا أي أستاذ عندي بالتعليم المهني مثلاً هو قادر على أنه يفتح ورشة بالسوق، وبالتالي صحيح. لن يعني يهتم بموضوع راتب وظيفة أو كذا صحيح. بالتالي من هالمنطلق جاءت مكرمة السيد الرئيس دكتور بشار الأسد بإصدار القانون 38 لتحويل المراكز المهنية والمدارس المهنية إلى مراكز إنتاجية. هذا الموضوع يفتح مجال واسع للأساتذة والطلاب في التعليم المهني بالحصول على موارد إضافية مقوننة نظامية بدون أي مخالفات، من خلالها ممكن الطالب والأستاذ يحصل على مردود مادي عالي، وهذا يتطلب مهارته ويتطلب صقل مهارته لينزل إلى التعليم السوق والإنتاج، وبالتالي هو صار ضمن السوق ومنتجه يجب أن ينافس بالسوق المنتجات الموجودة. إذن سيتطرق إلى موضوع المواصفات، سيتطرق إلى موضوع التكلفة، سيتطرق إلى موضوع الجودة. هذا الشيء طبعا يساعد بحل مشاكل كبيرة بالأسواق لدينا أيضا، ودخول حوالي 300 مصنع فورا إلى السوق المحلية بإنتاجها. هذا الشيء يساهم أيضا بإيجاد فرص عمل كثيرة للكثير من المواطنين غير اللي موجودين بوزارة التربية من خلال التعامل مع التجار ووسطاء و حلقة سلسلة الإنتاج والتوريد. هذا الشيء طبعا يساهم في تحريك الأسواق وإيجاد فرص عمل كبيرة للطالب سواء في المدرسة أو بعد التخرج من المدرسة، ويساهم في تخريج فني ومهني ماهر ومؤهل للدخول فورا في السوق بدون الحاجة إلى أي تدريب إضافي، لأنه أساسا هو يعني تعلم في السوق. ممكن يعني يمكن أشرت لنقطة جدا مهمة هي أساس الوجع. اليوم في القطاع التعليمي يمكن عم نعاني من صعوبات مادية جدا كبيرة جراء الحصار الاقتصادي والأزمة والحرب على سوريا. بنعرف الراتب الموظف أو المدرس كان سابقا فعليا يعني يؤدي أو يسنده، اليوم مع الصعوبات المعيشية والاقتصادية واختلاف اليوم بالمردود المادي عن الصرف في مشاكل كثير كبيرة. يمكن قانون 38 هو ساعد شوي المدرسين بالقطاع المهني لسد هي الجزئية، بس قديش في عندكم يمكن مجهود كبير اليوم بوزارة التربية فعليا للاستمرار بهي الخطوة؟ يعني نحن عم نحكي عن ألم كثير من الناس، أي حدا مستضيفه من وزارة التربية اليوم بيجينا آلاف الرسائل عبر بريد الصفحة، بخصوصا من خلال الحوافز الرواتب قديش نسبة الزيادة رح تكون. فضمن خطة وزارة التربية عم تشتغل على هيدا الشيء؟ يعني بالمستقبل ممكن يكون ضمن الجدولة؟ طبيعي نحن ليس فقط المرسوم 38 هو الذي قامت به وزارة التربية، لكن العديد من القوانين والمراسيم تم تمريرها عبر مجلس الشعب. حكينا عنه من خلال تعويض الاختصاص، من خلال مناطق تعويضات مناطق النامية، من خلال زيادة أجور ساعات التكليف للمدرسين من خارج ملاك، وبالتالي أي فرصة تتاح لوزارة التربية لتحسين وضع المعلم ورفع من مستوى الاجتماعي والمالي المادي هذا الشيء لن تقصر وزارة التربية بالمطلق فيه. لكن التعليم المهني له خصوصية في وزارة التربية، أنه التعليم المهني يصرف عليه 70% تقريبا من صحيح. ميزانية وزارة التربية مكلف، لأنه صحيح وبالتالي يعني ثمن التقنيات اللي بدنا نحصل عليها، ثمن التجهيزات، في صعوبة للحصول على التقنيات، مواد التدريب، مستلزمات التدريب، هذه كلها يعني مليارات من الليرات تتطلب للحصول عليها، وهذا من واجب وزارة التربية تأمينه. لذلك العملية ليست فقط بتأمين الموارد وإنما باستمرارية هذه الموارد، صحيح، لأنه هذا قطاع يستهلك كمية كبيرة من المواد والمعدات، وبطبيعة الحال الآلات لما تشتغل كمان بدها تستهلك، وبالتالي صحيح. تتطلب صيانة، تتطلب استبدال أحيانا بعد استهلاكها. هذا الموضوع يؤدي إلى استنفار بشكل دائم في وزارة التربية مديرية التعليم المهني بكل كوادرها من موجهين أولين ومختصين ومدراء وإداريين وكل زملائنا بالمدارس والفروع والمعاهد التقنية التابعة لنا،
بشكل دائم الحركه عم تكون عندنا من ناحيه تطوير المناهج، من ناحيه تطوير المعدات، من ناحيه تطوير الاساليب التربويه، حتى الاستفاده من الخبرات الخارجيه او الداخليه، التعاون مع كافه الجهات، التعاون مفتوح مع القطاع العام والقطاع الخاص ممثلا بغرف الصناعه وغرف التجاره. وقعت وزاره التربيه الكثير من الاتفاقيات وما زالت يعني تتابع ايضا مواضيع توقيع اتفاقيات للتعاون مع الشركات المتميزه بالسوق المحليه للاشراف بما يسمى بالتعليم المزدوج. لدينا في التعليم المهني نوع من انواع الدراسه والتعليم المزدوج، هو التعليم باشراف شركه متميزه صناعيه او تجاريه تقوم هي ايضا بالمشاركه بوضع مناهج للطالب ومساهمه احيانا بكوادر تدريسيه وخبراء من طرف الشركه، وتدريب هؤلاء الطلاب ايضا في معاملها ومخابرها. هذا الشيء يتيح للوزارة بفتح قنوات كبيرة للاتصال ما بين خريجي التعليم المهني والخبرات والشركات المستهلكة لهذه الخبرات في السوق. طبعا هذه الحركة المستمرة والدائبة لوزارة التربية أدت إلى زيادة الإقبال على التعليم المهني، يعني هذا العام عندنا حوالي 13% زيادة بأعداد الطلاب. طبعا هي زيادة مبشرة، يعني الأرقام إن شاء الله جيدة، ولكن جهدنا الأكبر عم نركزه حاليا للحصول على كوادر تدريسية، لأنه عندنا مشكلة بموضوع أعداد الكوادر التدريسية بسبب اتساع رقعة المدارس المهنية والتقنية وتعدد التخصصات فيها، وبالتالي تطلب هذا يتطلب أساتذة من عدة اختصاصات وفي عدة أماكن في سوريا. يعني ممكن يتواجد هذا اختصاص مثلا بدمشق باعداد اكبر، لكن انا صعب اني انقل الاستاذ لمحافظه اخرى مثلا، وبالتالي بدي ادور على مختص من ابناء المحافظه لحتى يكونوا ما بيتم استثمار الخريجين. الخريجين هلا في عندنا نحن عده قوانين، مثلا الاستفاده من 10% الاوائل مثلا امكانيه توظيفهم حاليا، 3% الاوائل لدخول الكليات، يعني عم نحاول نشجع الطلاب انه هن نفسهم يكونوا يعني نشكل نوع من الاكتفاء الذاتي لوزارة التربية من خلال خريجي المعاهد والمدارس المهنية. كثير مهم هذا الشيء. ويمكن كمان دكتور يعني مثل ما قلنا بظل هي الصعوبات المادية بيبرز دائما أمامكم تحدي اللي هو المكافآت أو الحوافز والأجور، بالتالي كيف عم بيكون هذا الشيء؟ هل عم بيكون فيه تشجيع؟ ومن فترة يعني أيضا صدر مرسوم للحوافز من السيد الرئيس، فهل عم بيتم استثمار هذا الموضوع؟ طبيعي نحن مثل ما حكينا ان وزاره التربيه لا تألو جهدا باي فرصه او اي امكانيه للحصول على اي انجاز لزملائنا وابنائنا الطلبه من انه تنفذه وزاره التربيه وتسعى فيه بكامل جهودها، والجهود دائما مستمره للحصول على المزيد من المنجزات والمساعدات، وحتى المنظمات الدوليه يعني اليوم سخرت وزاره التربيه كل جهود المنظمات لدعم التعليم المهني والتقني. هذا العام هو عام دعم التعليم التقني والمهني من قبل المنظمات الدولية أيضا. طبعا هي فرصة كمان لوزارة التربية للحصول على موارد إضافية في ظل الشح الموجود حاليا بالأسواق، يعني وإمكانيات الدولة المحدودة بطبيعة الحال بسبب الحصار وبسبب الأزمة، إضافة للبحث عن أي فرصة مع القطاع الخاص أو مع القطاع العام للعمل المشترك. يعني اليوم التعليم المهني عم ينفذ مشاريع مثلا للقطاع العام، عندنا مثلا التعليم المهني بحمص صار مخلص 3 مشاريع مثلا مع وزاره التعليم العالي مع وزاره الاداره المحليه، مشاريع بنيه تحتيه وصيانه، وبالتالي بارقام جيده الحمد لله. في بعده مناطق كمان بحما، في عندنا حاليا كمان بصدد اقلاع مشروع جديد بالتعاون مع وزاره الاداره المحليه مع محافظه حما، وفي حلب نفس الكلام باللاذقيه وكل المحافظات عموما، حتى في دمشق في عندنا عده مشاريع تنفذ حاليا من خلال التعليم المهني لصالح القطاع العام والخاص. فالوزاره دائما اي فرصه ممكن تكون متاحه لنا، يعني السيد الوزير دائما بحرضنا وبقلنا يعني متابعنا بشكل يومي وبمتابعه حثيثه انه ابحث عن اي فرصه لايجاد فرص عمل للخريجين، فرص عمل للاساتذه، فرص عمل للتعاون مع اي جهه، يعني نحن منفتحين للتعاون مع اي جهه
قابلة أو قادرة على التعاون مع وزارة التربية. هي جزئية كثير مهمة إذا بدنا نحكي عن عملية التشبيك مع القطاع الخاص، إنه اليوم بنلاقي المشكلة الأساسية عند كل الشباب الخريجين هي فرصة العمل. لما يصير تشبيك مع مثل ما قلت دكتور خلال حديثك مع شركات كبيرة بالقطاع الخاص، هون تأمين فرص عمل اليوم لطلابنا، لأنه في عندنا خبرات كثير مهمة ممكن نستفيد منها. قديش هيدا التشبيك كمان بيدعمكم كوزارة؟ يعني لما تقول اختصاص جديد رح يدخل على القطاع التعليمي المهني صناعة الجلود من خلال كمان الاتفاقية بين هاي الشركات، يعني انتم بحاول تطوير دائم للقطاع المهني والتشاركية، لأنه نحن بنعرف القطاع العام مثلا هو بشكل مستمر موجود، بس القطاع الخاص بتلاقي عجلة الحركة عنده يمكن أسرع نوعا ما، فبصير في تشاركية من خلال التطوير هاي المهارات. نحن يعني وزارة التربية تفهمت موضوع الروتين والقوانين الناظمة لعمليات البيع والشراء بين القطاع العام، لذلك يعني دائما نحن نتجه باتجاه القطاع الخاص بسبب المرونة العالية لديهم وسرعة اتخاذ القرار، يعني ما في عندهم مجموعة من الهيئات والوزارات أو الموافقات المتسلسلة يجب أن يحصل عليها لصرف مبلغ معين مثلا، وبالتالي هذا الشيء يساهم في تسريع وتيرة العمل و الحصول على النتائج بأسرع ما يمكن. اليوم أي فكرة ممكن تنطرح بالسوق مثلا أو من خلال تصنيع منتج معين مثلا، بين ما أحجز له نفقة وبين ما أعمل مناقصة وبين ما نفذ الموضوع وسوقه وكذا، شركة القطاع الخاص قادرة خلال شهر مثلا تنجز هذه المهمة اللي أنا ممكن ما أنجزها بسنة ونص أو سنتين. لذلك هذه الفرص المتاحة لدى وزارة التربية ابدا لا توفر وزاره التربيه اي فرصه متاحه، ونبحث عن فرص ايضا، نحن نختلق فرص للتعاون مع القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع المشترك بطبيعه الحال، فاي مجال وجود اي مجال ممكن يستفيد منه طالبنا او استاذنا او الوزاره، نحن منفتحين بهذا الاتجاه بكافه الدعم من السيد الوزير والكادر الاداري بوزاره التربيه بكل مستوياته. دكتور محمود، يعني قبل ما نختم حديثنا اليوم هو ذكرى عيد المعلم السوري، شو بتحب توجه كلمة اليوم لكل المعلمين بجميع القطاعات التعليمية في سوريا؟ أولا نبارك لهم في عيد المعلم، هم أساتذتنا، يعني بطبيعة الحال نحن خريجين هذه المدارس وأساتذتنا ما زالوا الحمد لله على رأس عملهم، نفتخر فيهم وإن شاء الله نكون عند حسن ظنهم بأدائنا كمان، ونأمل أنه نكون قادرين على إيجاد شيء جديد لهم وإيجاد أي فرصة للمساعدة ولرفع وتحسين مستواهم المعيشي، لأنه دائما يعني تطور البلد مرهون براحة الأساتذة، إذا كان الأستاذ والمعلم مرتاح ماديا ومعنويا ونفسيا فالبلد بخير. أكيد تحية لكل معلم سوري اليوم عم يتابعنا. نحن يمكن عم نحاول نضوي على عدد من التفاصيل اليوم خصوصا بالقطاع المهني، بنعرف قديش بياخذ من الوزارة مجهود مادي ومعنوي كتير كبير. نحن ضمن 10 سنوات من الحرب وحصار أساسا اقتصادي، يعني القطاع المهني بيحتاج دائما لتقنيات جديدة، فهي مشكلة يمكن نوعا ما عم تعانوا فيها بوزارة التربية الحصول على هي التقنيات. اليوم حضرتك معاون وزير التربية لشؤون التقنية، كيف عم تقدروا اليوم هي القصة تحلوها؟ يعني بطبيعة الحال أولا يعني الحمد لله تفتخر وزارة التربية أنها من الوزارات التي لم تتوقف الحركة فيها حتى بأحلك ظروف الحرب كانت مدارسنا تداوم. صحيح. وبالتالي دائما نحاول أنه تكون استمرارية العملية التعليمية، استمرارية الحصول على المعدات والتجهيزات مهما كانت الصعوبات والظروف وحتى صعوبات المالية، يعني اليوم نقدر بشكل كتير كبير وعالي الأولوية التي تتاح لوزارة التربية من خلال الحصول على القطع النادر لتمويل التعليم المهني ومتطلبات ومستلزمات التدريب، هذا الأمر يعني يقدر بشكل بقيمة إنسانية وقيمة معنوية للوطن، لأنه تطوير الكوادر وبناء الكوادر الشابة لبناء مستقبل الوطن، هون من هنا تبدأ إعادة أعمار سوريا التي نحلم بها. أكيد. بالنسبة لوزارة التربية طبعا أي فرصة تتاح لها سواء داخلية أو خارجية نتعاون مع كل الجهات اللي ممكن تقدم لنا مساعدات سواء عبر الحصار أو بدون الحصار أو من تحت الحصار، نحن منفتحون لأي أمر لأمن استمرارية العملية التعليمية لدينا والحصول على أحدث التقنيات لطلابنا وتأمين أحدث المناهج التدريبية والتربوية
للطلاب والتأهيل العالي لمدرسينا إن شاء الله. إن شاء الله بدنا نشكرك على وجودك معنا ونقول لك مرة ثانية كل عام وأنت بخير ويعطيكم العافية كل الجهود اللي عم تقوموا فيها. شكرا لكم. أكيد بدنا نشكرك الدكتور محمود بني مرجي معاون وزير التربية لشؤون التقانة، شكرا لكم، وأكيد مجهود كثير كبير عم تقوم فيه وزارة التربية ضمن الظروف الصعبة اللي عم نعيشها، مشكورين، يعطيكم ألف عافية. شكرا لك. ما هلأ صار الوقت لحتى نروح لغرفة الأخبار لنتابع آخر المستجدات على الساحة السياسية محليا عربيا وعالميا مع زميلتي شيرين مصطفى. صباح الخير شيرين. صباح الخير سلمى. صباح الخير نور. مشاهدينا موجز لأهم وآخر الأنباء بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. أكد الرئيس بشار الأسد خلال المحادثة الرسمية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بحضور وفدي البلدين أن التغييرات الدولية خلال العام الماضي تتطلب اللقاء لوضع تصورات مشتركة لهذه المرحلة. الرئيس الأسد وجه الشكر لروسيا على المساعدات الكبيرة التي قدمتها لمواجهة تداعيات الزلزال وخصوصا وزارة الدفاع والجيش الروسي الذي ساهم مباشرة بإنقاذ المصابين جراء الزلزال، موضحا أن الشعب السوري ممتن لروسيا حكومة وشعب على مواقفها التي تؤكد الالتزام باحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها. من جانبه أشار الرئيس فلاديمير بوتين إلى أن الشعب السوري تعرض للأسف لكارثة الزلزال التي تتسبب بتفاقم معاناته، وأضاف الرئيس بوتين أن روسيا كصديقة مخلصة لسوريا ستقدم كل ما بوسعها لتقديم المساعدة للشعب السوري، وأن العلاقات بين البلدين تتطور باستمرار وأن حجم التبادل التجاري ازداد بين سوريا وروسيا. على هامش اجتماع القمة بين الرئيسين بشار الأسد وفلاديمير بوتين عقد الوفد الوزاري الاقتصادي السوري لقاءات وزارية رفيعة المستوى مع عدد من المسؤولين الروس المعنيين بملف التعاون الاقتصادي المشترك، وتأتي هذه اللقاءات الوزارية في سياق المتابعة المستمرة لأعمال اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين وسعي لتعزيز الجهود الثنائية لمواجهة أثر العقوبات الاقتصادية الغربية غير الشرعية بما يضمن استثمار الطاقة الاقتصادية لدى البلدين لخدمة مصالح الشعبين الصديقين. وفي خبرنا الأخير، أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص والعشرات بحالات اختناق وذلك خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت المنطقة الشرقية في نابلس لتأمين اقتحام عشرات المستوطنين لمقام يوسف. وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال منعت تيارات الإسعاف من الدخول إلى بلاطة لتقديم العلاج إلى أحدى الإصابات، كما منعت مركبة إسعاف أخرى من الوصول إلى حالة مرضية في منطقة الضحية. ختام الموجز، والآن عودة إليك سلمى. شكرا لك شيرين من غرفة الأخبار، وأكيد مشاهدينا يسعد صباحكم عن جديد ومستمرين بمحطاتنا الخاصة بحلقتنا الخاصة اليوم لعيد المعلم، ورح نروح لحلب. أكيد سلمى، رح نحكي دائما اليوم بعيد المعلم عن الجهود الاستثنائية اللي عم يقوم فيها. يمكن عجلة التعليم ما وقفت لحظة بسوريا خلال سنوات الحرب رغم استهداف المباشر للقطاع التعليمي وخسارة العديد من المعلمين، يمكن أكيد الرحمة لكل الشهداء بالقطاع التعليمي. فبدنا نقلكم اليوم بالعيد المعلم كل عام وأنتم بألف خير. لننتقل لمديرية التربية أكيد باللاذقية لنعيد عليهم بحلب لنعيد عليها. يكون معنا بعد شوي اللاذقية، كل المحافظات رح نعيد عليها اليوم بعيد المعلم، وبالاخص رح يكون محطاتنا للمحافظات المنكوبه حلب واللاذقية وحماة. ولكن هلا رح ننتقل لحلب، طبعا رح نحكي عن المشهد الانساني الكارثي اللي كان كبير طبعا خلال الزلزال واثر بشكل كبير على جميع القطاعات، والقطاع التعليمي كان جزء من القطاعات اللي تاثرت لانه المدارس بشكل اوتوماتيكي تحولت لمراكز للايواء، وبعدها تم إفراغ جزء من هاي المدارس وإعادتها للحالة التعليمية. رح نتعرف على كل هاي التفاصيل وأكيد نعايد مدرسينا بحلب عبر مدير التربية في حلب الأستاذ مصطفى عبد الغني. صباح الخير وكل عام وأنت بخير أستاذ مصطفى. صباح الخير
صباح النور، صباح النور، وكل عام وانتم بخير. اهلا وسهلا فيك. صباح الخير وكل عام وانت بخير. بالبدايه خلينا نحكي كلياتنا يمكن بتاريخ 6 شباط الى اليوم، ما عم نقدر يمكن ننسى هيدا التاريخ قديش كان له اثر وجع كثير كبير على كل السوريين وخصوصا المحافظات المنكوبه ان كان حلب واللاذقيه وحما. خلينا اليوم نحكي عن الاثار اللي خلفها الزلزال في القطاع التعليمي، وبنعرف كثير من المدارس اليوم تحولت لمراكز ايواء، فجهود كثير كبيره عم تقوموا فيها اليوم بمديريه التربيه لا فعليا تقدروا تكونوا موجودين بجميع المراكز. شكرا، شكرا لك على هذه المقدمه الرائعه. بدايه اتقدم باسماء ايات الاحترام والتقدير لجميع الزملاء المعلمين والزميلات المعلمات على امتداد مساحات الوطن لعيدهم السنوي، عيد المعلم. وكما ذكرتي تزامن هذا العيد مع جهود عظيمه قدمها كل المعلمين لتجاوز الآثار السلبية الكبيرة النفسية والمادية التي سببها الزلزال المدمر الذي أصاب سوريا بالكامل، ومحافظة حلب كان تأثيره نوعا ما أكبر من باقي المحافظات. صحيح. بداية منذ اليوم الأول للزلزال كان مديرية التربية كجزء طبعا من محافظة حلب قامت بواجبها الإنساني والوطني المنوط بها. بداية كانت الأولوية إنقاذ، شكلت فرق لمساعدة المنقذين لنحاول إنقاذ المتضررين الذين سقطت منازلهم. وبالتزامن مع هذا الإجراء فتحت جميع المدارس أبوابها لاستقبال أهالينا المتضررين كما ذكرت الذين فقدوا منازلهم أو تصدعت منازلهم. فبداية 121 مدرسة استقبلت حوالي ما يقارب 70,000 مواطن لجأوا إلى مدارسنا للاحتماء بها. ضمن مستودعات مديرية التربية كان حوالي 4,000 سفنجة و 4,000 حرام كنا نحتفظ بهم، لأننا سنويا نستقبل طلاب مدينة منبج الخارج عن السيطرة لتقديم الامتحانات. فكانت هذه المواد مخزنة بمستودعاتنا، تحركت مباشرة سياراتنا مع عناصر الجاهزية وعناصر شعبة الخدمات لتوزيعها على هذه المدارس. ومن ثم اتجهنا كان إلى مهمتنا الأساسية، وهي إعادة بالبداية إحصاء الأضرار للمدارس، ما أصاب مدارس حلب من أضرار سواء عمرانية أو حتى في الأثاث، أيضا تعرضنا لضرر كبير بالأثاث في المدرسة. طبعا حوالي 80% من المدارس تضررت، ما بين ضرر خفيف ومتوسط إلى أضرار شديدة أصابت حوالي 26 مدرسة. أما باقي المدارس كلها كما ذكرت من أضرار بسيطة تتعلق بالأثاث المدرسي أو بالنوافذ والأبواب إلى أضرار متوسطة تتعلق بالعمران، بالسياج المدرسي أو بتصويرة السطح أو بالحجر السوري اللي ملبسة به أغلب الجدران. نعم، يعني استاذ مصطفى وحضرتك عم تحكي عن سلامه الابنيه، هذا كان جزء كثير مهم وضروري الكشف على كل المدارس اللي كانت موجوده بحلب، سواء اللي كان الضرر فيها واضح او مثل ما قلت في بعض الاضرار اللي كان من الممكن التعامل معها. هل انتهت مرحله تدعيم المدارس؟ وايضا خلينا نقول اصبحت كلها مستعده، والمدارس عدد المدارس التي خرجت عن الخدمه اذا فينا نقول؟ تمام. طبعا في البداية بعد الكشف الحسي البصري من قبل مدير المدرسة والموجه المختص لاحظنا أن هناك أضرار تحتاج إلى كشوفات هندسية، فتم بالتنسيق مع محافظة حلب تشكيل لجان هندسية مؤلفة من مهندسين استشاريين من نقابة المهندسين ومهندس أيضا من مديرية الخدمات الفنية ومهندس من دائرة الأبنية المدرسية. تم تشكيل 5 مجموعات عمل وتم فحص جميع الأبنية في المدينة والري، وتم تحديد المدارس الممكن مباشره العمل فيها مباشره او المدارس التي تحتاج لعزل الاخطار وصيانات خفيفه وللاقلاع بها. طبعا كما ذكرت لدينا 26 مدرسه كانت اضرارها كبيره جدا، هي نظامها العمراني قديم، حصلت فيها بعض الانهيارات، بعض التشققات الكبيره، هذه تحتاج حقيقه لاعمال صيانه وتدعيم خاصه. عمليه التدعيم تحتاج الى وقت وتحتاج الى دراسه علميه قبل البدء بعمليه التدعيم الانشائي.
أما باقي المدارس، باقي المدارس وعددها 265 مدرسة ضمن المدينة وحوالي 200 مدرسة ضمن الريف، تمت إحالتها إما إلى دائرة الأبنية المدرسية أو شعبة الخدمات الفنية. أيضا لدينا شعبة الخدمات ساهمت وبشكل كبير لإعادة ما يقارب 70 مدرسة إلى العملية التعليمية من خلال عزل الأخطار. عزل الأخطار نقصد بها كان هناك بعض السور مثلا أو الحجر الصوري التلبيس يؤثر في يشكل خطورة، تم إزالة كل الحوائط المتشققة، حائط متشقق إزالته، إزالة الأنقاض، وتم إحالة المدرسة لدائرة الأبنية المدرسية، وبالتزامن تم إطلاق العملية التعليمية بها، لأننا إذا سننتظر حتى نهاية الصيانة فهذا سيستهلك وقت طويل. قمنا بإجراءات أمان وحماية بحيث نقوم بعزل الأخطار وإزالة الأنقاض ونطلق العملية التعليمية في المدرسة، وتتم مباشرة إحالتها إلى دائرة الأبنية المدرسية أو مديرية الخدمات الفنية أو المنظمات الشريكة التي أبدت أيضا استعدادها للمساهمة بأعمال الصيانة. حوالي 250 مدرسة حاليا فيها أعمال صيانة ما بين أبنية مدرسية وما بين منظمات شريكة وجمعيات أيضا من ضمن المجتمع المحلي تجري فيها أعمال الصيانة بالتزامن مع العملية التعليمية. طيب استاذ مصطفى، اشرت لنقطه كثير مهمه، يعني نحن عم نحكي عن 250 مدرسه اليوم ضمن عمليات الصيانه وايقاف العمليه التعليميه، هون الاجراءات الاسعافيه لسير العمليه التعليميه كيف عم تكون؟ خلينا نوضحها، يعني صوتك ما كثير كان واضح، كيف عم يتم استمرار العمليه التعليميه بالمدارس اللي تم ايقافها لعمليه الصيانه؟ كيف يعني المدارس، بنعرف بعض المدارس تحولت مثلا من صباحي لمسائي، كيف رح يتم التعامل مع الطلاب اللي فعليا هن توقفوا لفتره واستمروا بالعمليه التعليميه؟ تماما، كان هناك عده خطط. في البدايه كما ذكرت نركز على معلومه انه في مدارس حاليا، فيها دوام وتجرى فيها الصيانه، لان اغلب الاعطال، اغلب الاضرار وقعت اما بالسور الخارجي او بتصوينه سور المدرسه السطح الاسطحه أو بحجر التلبيس من الخارج، فهذا لا يؤثر لا تؤثر أعمال الصيانة على سير العملية التدريسية ضمن المدرسة. فهناك ورشات تعمل على إعادة الحجر الصوري مكانه والسور مكانه، والعملية التعليمية داخل الصف منطلقة. الخطط الأخرى، كان لدينا بعض المدارس كما ذكرتي تحتاج إلى إيقاف العملية التعليمية فيها، لأن أعمال الصيانة فيها ممكن أعمال الصيانة تشكل خطورة على الطلاب، فاضطرينا للانتهاء من أعمال الصيانة أولا ومن ثم إطلاق العملية التعليمية بها. فكان هذه المدارس إما أطلقناها بنظام فوج ثاني في مدارس قريبة، أو حتى اضطررنا بعض المدارس، لأن لدينا أيضا حاليا حتى هذه اللحظة لدينا 74 مدرسة مستخدمة كمراكز إيواء بالإضافة إلى المدارس الخارج عن الخدمة. يعني لدي ما يقارب حاليا 150 مدرسة ما بين صيانات متوسطة هي متوقفة العملية التعليمية بها، ومدارس مستخدمة كمراكز إيواء. الحل كان إما بإطلاق فوج ثاني في المدارس التي هي بالأصل فوج واحد، أو فوج ب أسميناه فوج ب، وهي بعض المدارس اضطررنا لأن تداوم أيام الخميس والجمعة والسبت حتى لا نحرم طلابنا من حقهم في التعليم. فبعض المدارس كبناء مدرسي داومت به ثلاث مدارس، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء تداوم مدرستين بفوجين، وأيام الخميس والجمعة والسبت تداوم مدرسة أخرى، بحيث تمكنا من تغطية ما يقارب 85-90% من الطلاب ومن أبنية مدرسية قريبة من مدارسهم. يعني بدنا نقول لكم يعطيكم العافية مرة تانية. وقبل ما نختم حديثنا معك أستاذ مصطفى، كلمة بتحب توجهها اليوم لكل المعلمين بكل الجمهورية العربية السورية؟ طبعا أتوجه لكل زميل معلم ومدرس وإداري وقف في هذه الظروف القاسية وفي هذه المحن واستمر بأداء رسالته السامية وتقديم دوره في بناء الأجيال وصناعة الإنسان، أتقدم له بأسمى آيات الاحترام والتقدير والتبجيل. كما ذكرت ظروف قاسية جبرت بعض المعلمين على مغادرة منازلهم سواء بالحرب القاسية الظالمة أو بالزلزال الذي أصاب محافظة حلب، ولكن استمر معلمونا
وبأقصى الظروف والمحن بأداء رسالتهم السامية، لهم منا كل التقدير والاحترام. تحية لأرواح الشهداء الأبرار، سواء من قضى بالحرب الظالمة كما ذكرت أو بالزلزال، والتحية الأغلى والأجمل لقائد مسيرة التعليم في سوريا السيد الدكتور بشار حافظ الأسد، ولكم منا جزيل الشكر. أكيد بدنا نشكرك بالختام مدير تربية حلب الأستاذ مصطفى عبد الغني، بدنا نقول لك كل عام وأنت بألف خير وشكرا كثير لك. أما هلأ نور ما رح نروح بعيد عن حلب، ولكن تقريرنا رح يرصد مبادرة أطلقتها الهيئة العامة لمشفى ابن خلدون لتقديم الدعم النفسي من خلال فرق وجمعيات متخصصة، وتفاصيل بتقرير مراسلنا مصطفى كوسا. بعد كارثة الزلزال الذي ضرب مدينة حلب ولجوء العديد من العائلات التي فقدت منازلها إلى مراكز الإيواء، كان لابد من برامج خاصة للدعم النفسي للأطفال والنساء من خلال الفرق الطبية والجمعيات المختصة والمبادرات الأهلية والحكومية. من هذه البرامج المبادرة التي أطلقتها الهيئة العامة لمشفى ابن خلدون، والتي هدفها إخراج الأهالي من حالة الخوف والهلع الذي أصابهم بسبب الزلزال. مركزنا يعتبر مكان استضافة رائع ومثالي، في التزام، في نظافة، في ترتيب، في تنظيم. نحن طبعا مستضيفين 69 عائلة، حوالي 200 شخص، منقدم لهم كل الرعاية الكافية ومنعتبرهم أهلنا. هو يوم تفاعلي مع الأطفال، كتير حابين نشتغل مع الأطفال في موضوع الدعم النفسي. الطفل يتأثر بشكل كبير جدا، فنحن بحاجة إنه نشتغل مع الأطفال ألعاب تفاعلية، رسومات، تعبير عن المشاعر، تحويل المشاعر السلبية إلى مشاعر إيجابية، بالإضافة مثل ما شفت حضرتك في جلسة توعوية للأمهات، لأن الأم هي حاضنة، بمجرد استقرار الأم هي واستقرار للعائلة. نشاطات منوعة قدمت للأطفال تتضمن برامج ترفيهية ومسابقات ورسم وألعاب جماعية تفاعلية، إضافة إلى المحاضرات التوعوية للنساء والأمهات تنتج عنها تقديم خدمات عديدة بالإسعاف والعلاج والدعم النفسي. كل الفئات تأثرت بطريقة أو بأخرى بالكارثة الطبيعية اللي صارت عنا بسوريا بشكل عام وبحلب بشكل خاص. هلأ الخدمات اللي قدمنا هون إسعاف نفسي أولي، تسخيف نفسي، مشورة نفسية سريعة، إضافة إلى خدمة العلاج الدوائي. هنا الأطفال أكثر فئة هشاشة في المجتمع، خلال أنشطة موجهة وألعاب تفاعلية، هو عبارة عن تفريغ المشاعر اللي كانت مكبوتة عندهم خلال الزلزال وبلش ولا تظهر عليهم. المبادرة استهدفت أكثر من 80 مركز إيواء، ووصل عدد المستفيدين إلى أكثر من 10,000 شخص، عدا عن الزيارات المنزلية للعوائل التي تضررت من الزلزال بهدف دفعهم للتأقلم مع الحياة من جديد. مصطفى كوسا، الإخبارية السورية، حلب الشهباء. سلمى، مكملين بحلقتنا الخاصة بعيد المعلم. أكيد بنعايد كل المعلمين السوريين، ودائما المعلم هو شرارة الأمل للجيل، متعلم مثقف قادر يتحمل اليوم مسؤولية لبناء وطنه ومشاركة هي المسؤولية. أكيد نور، وخلال فترة الحرب كانت إعادة تأهيل المدارس المتضررة وأيضا العمل على الكوادر التعليمية وتأهيلها وتدريبها وتطوير عملها كان مهمة كتير صعبة ومستمرة. وخلال هذا الوقت طبعا هناك كثير من الصعوبات التي تواجه الكادر التعليمي، ليس فقط الحرب ولكن أيضا التطور التكنولوجي الذي فرض نفسه على كل شيء وحتى على طريقة التعليم والتدريب. لهيك كان العمل على التدريب والتأهيل هو عمل مستمر لا يتوقف رغم كل الصعوبات. اليوم رح نحكي أكثر بالتفصيل عن هذا الموضوع ودور مديرية التأهيل والتدريب في وزارة التربية بهذا الموضوع، ورح يصيرنا يكون معنا بصباحنا لليوم طبعا الأستاذ مديان أبو درغم، رئيس دائرة في مديرية الإشراف التربوي. يسعد صباحك وكل عام وأنت بخير، وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، كل عام أنتم بخير، كل عام وكل معلم عنا، معلم عربي، معلم سوري، بألف خير. أكيد كل عام وأنت بخير أستاذ. خلينا بالبداية نحكي، اليوم نحن في زمن التخصص بكافة المجالات، نتحدث عن هذا الجانب بالنسبة للكوادر التعليمية من خلال فعليا تأهيلها وتطويرها بشكل مستمر.
بداية الرحمة لشهدائنا، شهداء الحرب، شهداء الزلزال، والرحمة لكل إنسان تعرض في هذا الزلزال للأذى، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى. دعنا نعود إلى السؤال الذي طلبتيه. حاليا كل نوع من أنواع التعليم بحاجة إلى مهارات، صحيح، وكل ما أتقن معلمنا المهارات اللازمة للتعليم سوف يكون الأداء أو خلينا نقول ناتج من التعليمي أعلى مستوى، قادر على مواكبة العصر، قادر على مواكبة الحياة والدخول إلى سوق العمل بشكل جيد. بدنا نحكي عن مسائل المعلم خلال هذه الفترة، فترة الحرب، وحتى إذا ملاحظ حاليا في فترة الزلزال، كنا قادرين على الصمود، قادرين على فتح مدارسنا بأحلك الظروف. من أين أتت هذا؟ أتى هذا من خلال معلمنا الواثق بنفسه، الواثق بمعرفته، والذي يملك المواطنة بأعلى درجاتها. هذا الإنسان قادر أن بروحه هذه تعليم المواطنة، وهذا ما نسعى حاليا إليه في كل مناهجنا. أما فكرة الاختصاصات، الاختصاص إذا بتلاحظوا صار في عندنا معلم صف من خلال الجامعات، استثمرناهم في مرحلة التعليم الأساسي بحيث أنه يكون عنده قدرة على مواكبة طرائق التعليم الحديثي. وخلال فترة الحرب بالكامل لم نتوقف عن تقديم الدورات عن المناهج المطورة، وبالعكس نحن في أثناء الحرب طورنا مناهجنا وقدمناها، وبدأت من عام 2017 تقديم المناهج المطورة وتطوير أدوات المعلم وفق هذه المناهج. وصلنا فيه إلى مرحلة متقدمة جدا، آمن بأفكار الحديثة لهذا المنهاج. وحاليا في عندنا مهارات القرن 21 بدأنا التدريب عليها، وبدأنا وضعها في خطة مهارات الحياة، وأصدرنا دليل بهذا الموضوع وكيفية استثمار مهارات الحياة في التعليم والنظر إليه في حالات للمستقبل. وإذا لاحظتوا كمان وزيرنا، ما في مؤتمر إلا ما شاركنا فيه مؤتمر تربوي، وخصوصا المؤتمر الأخير في التحول في التعليم الذي يصر من خلاله وزارة التربية بالكامل أنه نكون في المقدمة دائما من هذه الناحية. نحن في مقدمة على مستوى الوطن العربي في التعليم رغم كل الظروف السلبية اللي وصلنا لها. نعم أستاذ مديان، يعني بما أنه حضرتك حكيت أنه نحن هلأ بظل تطور وتطور أدوات التعليم بحد ذاتها، يعني شفنا خلال الفترة، خليني أقول السنتين أو الثلاثة اللي مرقوا ابتداء من كورونا وما بعدها، تغيرت كتير بطرق التعلم، واضطرينا لكتير أوقات أنه الطلاب ما يروحوا على المدارس، وصار في عنا كتير تعويض، وسنوات يعني صلنا 3 سنين عم نعاني من مشاكل متتالية، كورونا وبعدها هلأ كارثة الزلزال. فكان في مبادرة جدا مهمة من وزارة التعليم اللي هي فعلت أكثر التعليم أونلاين من خلال الدروس وقناة التربوية وغيرها. اليوم خلال هاي الفترة أيضا قمتم بنفس هاي التفاصيل ولا لا ضفتوا عليها شيء جديد؟ كورونا علمتنا الكثير. أولا أنه الفترة اللي إجت فيها واستنفرنا بكافة كوادرنا أنه نعلم عن طريق التربوية السورية، وكانت تقدم الدروس الفاقد التعليم ومنصات منصة إلكترونية. كان في عندنا منصتين فعالات، منصة دمشق ومنصة المركز الوطني، كانوا فعالين جدا في هذا الوقت. ووصلنا وبالتالي هذا الدرس خلانا نفتح منصات أخرى، فتحنا منصة في حماة، فتحنا منصة في حمص، في اللاذقية، وبالتالي هذه المنصات صار في عندنا قدرة على، وحاليا يمكن نفتح منصة قادمة يعني في حلب. استمريتوا العمل فيها ما توقفت بعد؟ لا الكورونا. بالعكس، هلا منصة حماة كان عندها مبادرة كثير رائعة خلال فترة الزلزال، قدمت الدروس بشكل فعال جدا، كمان حمص بذات الموضوع. إذا وصار في عندنا برنامج واضح من خلال كل منصة شو في عندنا نقدم. بالفترة هذه السيد وزير عندما زار حلب افتتح غرفة بهذا الخصوص، أن التعليم الافتراضي بحيث أنه يقدم الدرس حتى تفاعل، ممكن يصير فيه تفاعل بينه وبين الطلاب. قدم كمان، رح يفتتح صاري
قريبا، بحيث انه جميع مناهجنا او دروسنا مصوره، وحقيقه هي مصوره وعلى سيديهات موجوده، راح نستثمرها بحلب وباللاذقية، بحيث انه اي طالب بحاجه لاي درس بموضوع معين يجي يحضر هذا الدرس على كيف قدم، يعني خلينا نقول بصريا وتفاعليا. وخلال تواجده فيها راح يكون في عندنا مشرف يشرح إذا بعض النقاط إذا في حاجة بحاجة إلى هذا الطالب أو لا. طبعا هذا كله الهدف منه الفاقد التعليمي اللي حصل بسبب الزلزال ببعض المناطق. ونتوقع كمان إذا لاحظتوا أنه في عندنا الفاقد حاولوا خلال أيامات السبت والجمعة أنه يقوموا فيها مدرسينا لرأب هذا الصدع اللي صار. كان المشكله الاساسيه عندنا هي العامل النفسي. ولاحظوا كمان انه وزاره التربيه كان لها المبادره الاولى في فكره الدعم النفسي من خلال نحن خلال السنوات الماضيه كان في عندنا كثير من الدورات في الدعم النفسي. في خلينا نقول كيفيه التعامل مع الكوارث، خصوصا كنا في كارثه خلال الحرب، وبالتالي كارثه الزلزال كانت اكبر اختبار لهذا الفريق الذي استطاع خلال ساعات انه يدخل يقدم دعم نفسي. وانا رحت على اللاذقية رحت مدراء المدارس خلال 20 يوم بعضهم سهرانين بمراكز الايواء بيقدموا هذا الدعم. هذا من اين اتى هذا؟ لو ما هذا الشعور بالمسؤوليه، الشعور بضميره ما كان وصل لهذه النتيجه. لاحظوا مثلا مدير حلب باول اللحظات قدم كل المساعده بمبادره فعاله جدا، انه كل شيء في عنده ادوات للايواء قدمها. فاذا لاحظوا انه التربيه بكل اتجاهات، اتجاهاتها الاخلاقيه وكانت حاضره، واتجاهاتها العلميه كمان كانت حاضره. وحاليا في كثير من مدرسي حلب ومدرسي اللاذقية بيقدمون دروس مجانا على الافتراضيات. المسألة الثانية بدنا نحكي عنها، حتى نحن في الوطن العربي من خلال مدارس افتراضية الخاصة نحن كنا سباقون فيها في الوطن العربي، وكل من هو على مساحة الوطن العربي وحتى مساحة العالم يريد التعلم وفق المناهج السرية يستطيع من خلال هذه المدارس الافتراضية. نحن سباقون في نشر العلم ومعرفة وضميرنا المهني في أي مكان في العالم، ونتمنى أنه دائما نكون في كما كنا دائما في المقدمة إن شاء الله على طول. وضبط كمان في عندنا كثير من مبادرات المدارس الخاصة إذا بتلاحظوا على في هذا في هذا من خلال اما المساعدات الماليه او المساعدات العلميه. ومدارسنا العامه بالذات كمان طلابنا اذا في كثير من المواقف قدموا مساعدات عينيه ومساعدات. هذا من وين اتى؟ من الفكره الاخلاقيه اللي ربناهم عليها، من الفكره انه نحن وطن واحد وشعب واحد وقادرين على الصمود ضد اي حرب قادمه وحرب وقعنا فيها واي كارثه قادرين على الصمود فيها ان شاء الله. هيك يا رب يبعد الشر وكل الكوارث عنا، وان شاء الله الايام القادمه تكون حلوه لكل الناس ولبلدنا الحبيبه سوريا. اكيد مشكورين على الجهود الكبيره اللي عم تقوموا فيها بالقطاع التربوي، خصوصا بظل الظروف القاسيه اللي عم نعيش فيها. بدنا نتشكرك اكيد على وجودك معنا، شكرا كثير لك. شكرا لكم، كل عام وانتم بخير لجميع معلمينا على مستوى الوطن العربي. شكرا لك وكل عام وانت بخير. انت واخر بخير. شكرا لك. اما هلا سلمى خلينا ننتقل سوا لمادتنا التاليه في اللاذقيه لمبادره جدا مهمه اليوم، تجهيز صاله الباسل لاستمرار العمليه التعليميه، تجهيزها من خلال وجود اجهزه كمبيوتر. خلونا نتابع التفاصيل مع مراسلنا مازن محمد. حرصا من وزارة التربية على استمرار العملية التربوية وتعويض الفاقد التعليمي، افتتاح صالة تدريسية مجهزة بمئة جهاز كمبيوتر في مركز الباسل للتأهيل والتدريب في الكورنيش الجنوبي باللاذقية. نحن عم نستقطب جميع الطلاب، تم تأمين كادر إداري بيتألف من مشرف للقاعات، فني صيانة لكل قاعة، بالإضافة لأمينين سر مشان تسجيل الطلاب، أسماءهم، غيابهم، أوقات الدروس، مواعيدهم، الأنسات اللي بدهم يعطوها كذا. نحن هون في هذا المركز لرفده بمدرسين خبراء. نحن مدرسينا ما
متعودين التعامل بالتدريس بالأساليب الحديثة والتعامل مع الأجهزة الحديثة مثل الشاشة الحديثة والأجهزة الكمبيوتر. أخذنا بياناتهم بأي صف هني وأمننا لهم كتب وهني عم يلتحقوا بزملائهم هون بالقاعة الافتراضية لتعويض الفاقد التعليمي اللي فقدوه بفترة الشهر اللي مضت. طالباتنا كتير كتير تفاعلوا وحبوا الفكرة وكتير كان الدرس جيد. كان الدرس الثاني لإلون وعم يستفادوا من هذا الموضوع لأنه بتعرفي الأمور كلياتها يعني تكركبت بعد حادثة الزلزال. إنه عم ناخد عشاشة كبيرة وعم نعود الفاقد التعليمي اللي راح علينا. الدرس كان كتير كتير حلو وناجح وبتشكر الكل على هيدا الدرس. كتير حلو إنه بيتعلموا الطلابه وبياخذوا معلومات جديدة وإذا ناقصين شيء بيتعلموا عليها. باعتبار إنه الإلكترونيات كتير انتشرت بحياتنا اليومية ففكرة كتير حلوة إنه نستغل الوضع بشي لصالحنا. لما صار الزلزال ما وقف المدارس فهيك بيعوضوا عن العلم اللي راح أحسن من هيك. كويسة كتير كويسة الحمد لله. متابعة مستمرة وجهود حثيثة واستخدام للتكنولوجيا وكل ما هو جديد لدعم العملية التعليمية. مع هلأ نور رح ننتقل كمان لمديرية التربية في اللاذقية ومستمرين برصد طبعا كل الإجراءات اللي عم تتخذ بكل المحافظات المنكوبة. والآن رح نحكي طبعا من يوم 6 شباط الماضي طبعا كل الحياة تغيرت بسوريا وبالأخص لاذقية وحلب وحماة، وأيضا القطاع التعليمي كان من القطاعات اللي ساهمت وتضررت، ورح نعرف تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع مع مدير التربية. أكيد سلمى، يعني نحن بنعرف قديش في جهود كتير كبيرة عم تقوم فيها وزارة التربية في المحافظات المنكوبة إن كان اللاذقية وحلب وحماة. اليوم معنا عبر الهاتف لنحكي عن هي الظروف الصعبة والتحديات القاسية ومستمرين اليوم رغم كل الظروف بالعملية التعليمية. معنا الأستاذ عمران أبو خليل مدير تربية اللاذقية عبر الهاتف. يسعد صباحك وكل عام وأنت بألف خير. يسعد صباحكم وصباح الأخوة المشاهدين. يسعد صباحك. يعني استاذ عمران، القطاع التربوي بمحافظه اللاذقيه من القطاعات اللي تضررت ايضا خلال كارثه الزلزال، خلينا نحكي تفاصيل اكثر عن الضرر اللي اصاب المدارس وايضا الاجراءات اللي اتخذتوها من يوم الكارثه حتى الان. اسمحي لي بدايه ان اترحم لضحايا هذه الكارثة وأمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين، واسمحوا لي أن نتوجه إلى معلمي سوريا الحبيبة بالتحية والتبجيل والعرفان بمناسبة عيدنا عيد المعلم السوري. نعم، طالت يد الكارثي كل القطاعات وبشكل خاص طالت أيضا قطاع التربية وكان لنا نصيب كبير من الضرر، لكن بهمة شعبنا وعزيمته وهمة مدرسينا وكوادرنا في قطاع التعليم تصدينا لهذه الكارثة فعلا وتقاسمنا الأوجاع مع بعضنا البعض. منذ اللحظات الأولى كانت مدارسنا بيوت لمن أصابه الألم ولمن فقد بيته، وما زالت حتى اليوم أيضا، وكان لدينا خطط كثيرة على كل الاتجاهات بالنسبة للعمل في قطاع التربية في مواجهة هذه الأزمة. يعني شكلنا غرفة عمليات مباشرة في مديرية التربية، انبثق عنها مجموعة من الفرق، يعني مثلا فريق كان يشرف على مراكز الإيواء اللي لجأ إلى أهلنا ويتابع متطلباتهم، فريق أيضا مثلا من الصحة المدرسية التابعة للمديرية يتابع الإصابات ويشرف على معالجتها. أيضا شكلنا فريق دعم نفسي لأهلنا وأبنائنا اللي هن بتلك المراكز، أيضا تخصصهم مرشدين اجتماعيين ونفسيين، وشكلنا أيضا فريق هندسي بالتعاون مع المحافظة ونقابة المهندسين والخدمات الفنية يقوم بإحصاء الأضرار النازمة في المباني التعليمية، إلى جانب الفريق الإداري اللي كانت مهمته إحصاء الأضرار في الأشخاص، يعني فقدان الطلاب وفقدان وفاة المعلمين في كوادرنا فعلا في الحقيقة، يعني هذا بشكل عام.
طيب استاذ عمران، نحن بنعرف جراء الكارثه اللي خلفها الزلزال المدمر انقطع العديد من الطلاب عن التعليم، فخلينا نحكي عن هي الجزئيه، كيف واجهتوها على الارض؟ شو الجهود الكبيره اللي قمتوا فيها؟ في الواقع صحيح، يعني المدارس تاثرت مباشره بهذا الموضوع، ونحن كما قلت لك عندما شكلنا فريق بعد الزلزال الأول فريق هندسي جال على المدارس وكشف الأضرار وتم فرز المدارس المتضررة عن غير المتضررة، وأعلننا في الأسبوع الأول بعد الزلزال الأول أعلننا العودة إلى المدارس، لكن سرعان ما جاء زلزال آخر بقوة 6.2 ريختر والواقع أثر أيضا على المباني التعليمية كغيرها من المباني في المحافظة، وحرصا منا على سلامة الطلاب والتلاميذ والإطمئنان أهلنا أكثر في محافظة اللاذقية، أيضا قررنا في غرفة العمليات في المحافظة تعليق الدوام لأسبوع ثانٍ وإعادة الكشوف مرة ثانية على المباني والمدارس المتضررة، وبعد أن أنجزت هذه المهمة فعلا تبين لدينا أن حصيلة المباني من أصل 1200 مبنى تعليمي موجود في محافظة اللاذقية أن الحصيلة كانت 452 مبنى متضرر بشكل بسيط ويمكن العودة إليه مع إجراء الصيانة أثناء وجود التلاميذ، لكن كان هناك 149 مبنى متضرر لا يمكن العودة إليه قبل أن تجرى له الصيانة اللازمة، وللأسف أيضا كان 86 مبنى تدريسي وتعليمي وخاص بالمديرية التربية كان متضرر بشكل كبير يحتاج إلى كشف لجان السلامة العامة العليا ليقرروا هل يمكن تدعيمه أم يحتاج إلى هدم لأنه يعرض الآخرين إلى الخطورة. هذا يعني وضعنا أمام تحديات فعلا كبيرة جدا، لكن يعني كنا نصل الليل بالنهار لكي نؤمن بيئة تعليمية آمنة لأبنائنا وتلاميذنا، واخترنا أن تكون المدارس الآمنة المتبقية هي مركز لأكثر من مدرسة يعني في الحي الواحد، كنا ننقل طلاب وتلاميذ وكوادر المدرسة المتضررة إلى مدرسة غير متضررة في نفس الحي، وأحيانا قد يكون في حي آخر وقد يكون بعيد، لكن العلم كما تعلمين أولوية واحتياج لابد من تأمينه. نعم، يعني كمان أستاذ عمران مثل ما حضرتك حكيت هذا جزء مهم من العمل اشتغلتوا عليه بعد كارثة الزلزال، ولكن هناك تحدي كان كبير وهو تعويض الفاقد التعليمي بعد عودة المدارس من جديد للعملية التعليمية، كيف تعاملتوا مع هذا الموضوع؟ هلا في الواقع إلى جانب الفريق الذي شكل في المديرية كدعم فريق داعم نفسي، أيضا وزارة التربية التي كانت معنا يعني كل لحظة بلحظة أيضا كان لها دور كبير جدا في هذا الأمر، وشكلوا فريق على مستوى وزارة التربية للدعم النفسي، وكان على رأس الفريق السيد وزير التربية الذي أطلق هذه الأنشطة في المحافظات الأربع المنكوبة بالتعاون مع منظمة طلع البعث واتحاد شبيبة الثورة ونقابة المعلمين، أطلق هذا النشاط في محافظة اللاذقية لكي نبدأ بالدعم النفسي لترميم الربط النفسي الذي حدث لأبنائنا، لأنه لا يمكن أن يكون هناك تعليم والنفوس متوترة وخائفة وهلعة وقلقة إلى آخر ما هنالك. لذلك انطلقنا بهذا الأمر واستمر لفترة جيدة لا بأس بها، ثم أطلقنا الأنشطة الأخرى التي لها علاقة بتعويض الفاقد التعليمي، فمباشرة يعني كان لدينا الذي كنتم الآن تعرضون عنه، كان خلال 48 ساعة تم تجهيز مقر للتعلم عن بعد، حيث أرسلت الوزارة 100 جهاز حاسب ومستلزماتها، وكنا قد هيأنا مباشرة ليلا البنية التحتية لهذا المقر من كهرباء وإنترنت وما آخذ وإلى آخره، وفعلا قام السيد الوزير بافتتاح هذا المركز الذي انطلق خلال 48 ساعة ووضع في الخدمة، الذي يوفر على مدار أربع ورديات على مدار اليوم كاملا 24 ساعة يوفر لأبنائنا الذين حدث معهم في الجانب التعليمي يوفر لهم ترميم لهذا الفاقد، هذا على المستوى هنا. أيضا قامت المديرية باختيار مجمع فيها كثافة طلابية من المدارس الآمنة وكان عددها 45 في
في الريف والمدينة في يعني على مستوى المحافظة كلها لتعويض الفاقد التعليمي، واخترنا لها خيرة المدرسين المدربين على تكثيف المحتوى التعليمي، ولا سيما أن أصبح للوزارة باع طويل في هذا الموضوع ولمدرسي الوزارة منذ سنوات الحرب وسنوات كوفيد 19. أكيد نشكرك. يعني أنا في الواقع الحديث يطول عما صحيح جهود كبيرة عم تقوموا فيها بمديرية التربية باللاذقية، بنعرف قديش تضرر القطاع التعليمي جراء الزلزال، يعني مستنفرين على مدار الساعة لاستمرار العملية التعليمية. أكيد نتشكرك، نتشكر جميع الكوادر التعليمية المستمرة يعني اليوم بجميع المحافظات المنكوبة رغم كل الظروف، يعني عم تواجه تحديات جدا صعبة. يعني واجبنا، هذا واجبنا، ولا سيما يعني أنا أعتذر ممن لم أذكر من مبادرات فردية ومجتمع محلي. أكيد تحية لهم كلهم. وإلى آخر ما هنالك، يعني الحقيقة الوقت ربما لا يقع. أكيد، يعطيكم ألف عافية طبعا أستاذ، وموفقين وكل عام وأنت بخير كمان. وأنتم بخير، ومعلمي بلادي والأمينين والمؤتمنين على الرسالة وأصحاب القيم والحارسين عليها والصانعين المهرة للأجيال بألف خير إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك. شكرا لك. أكيد بدنا نوجه التحية سلمى لكل معلم سوري اليوم عم يتابعنا، كلمة من القلب عبروا عنا أهالينا بمحافظة حمص بمناسبة عيد المعلم. خلونا نتابع بالتقرير التالي. مناسبة عيد المعلم وهي مناسبة كتير مهمة، لأنه المعلمون بنات حقيقيون كما قال خالد حافظ الأسد. بالنسبة إلي أنا تنقلت من أكثر من محافظة فجربت كذا أساتذة، وبصراحة أغلب كانوا قدوة إلنا من المرحلة الابتدائية ونحن طالعين، بس بالنسبة إلي أكثر أستاذين هم الأستاذ إبراهيم بدور والأستاذ عبد الله بدر بالبكالوريا، عطونا من قلب. يعني حتى كان عندهم مبدأ أنه شو محتاج الطالب إذا بيجيبوه على المدرسة بعد الظهر بس ما بيعطوا خصوص، فكانت لفتة كتير حلوة مني. أبارك لجميع المدرسين بهذه المناسبة وكل عام أنتم بخير وأهلا وسهلا فيكم. المدرس اللي كان أكثر تأثير وأنا حبيت المهنة من خلاله هو الأستاذ عبد العلي. طبعا في أسماء كثيرة، الأستاذ عبد العلي، الأستاذ عبد الله خليل، لكن أكثرهم هدول الاسمين اللي هن تركوا أثر لا ينسى من أثناء ما كنا طلاب في المدرسة الثانوية. لهم الأثر الأكبر والفضل الأكبر، كانوا معلمين ومربين قبل أن يكونوا معلمين، كانوا لهم الاهتمام الكبير في الطلاب وفي المدرسة وفي كأنهم في بيوتهم، يعاملون معاملة أبناء وليس معاملة طلاب. بالبداية قم للمعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا. كل المحبة والاحترام والتقدير والإجلال لمعلمي الجمهورية العربية السورية، وأكيد في معايدي للمعلم الأول الدكتور بشار الأسد. هلأ أكيد بذكرياتنا بدنا نرجع سنين لورا، رح أرجع لآنستي الغالية الأنسة ربع المسدي اللي هي إلى الفضل الأول فضل الله سبحانه وتعالى ولإلها بتأسيسنا الأول، فتركت ذكريات كتير حلوة بالتعليم بالتأسيس، كانت رائعة جدا وبكل معنى الكلمة. كمان في معيدي لأستاذ الغالي الأستاذ محمد موسى أبو هاشم، كمان له كتير تأثير تربوي وتعليمي لإلنا، فإلهم الفضل بإذن الله تعالى وينعاد عليهم بكل خير وصحة وسعادة يا رب، وإن شاء الله الأمان لبلدنا سوريا. العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والكرم. بالنسبة للسؤال، أستاذ عابد العلي أستاذ اللغة العربية كان له أثر كبير في حياتنا، طبعا أثر تعليمي وتربوي، وكان من الأساتذة المهتمين بمتابعة الطالب ليس فقط في مادة اللغة العربية وإنما في بقية المواد، وحتى يتابعه في البيت وعلاقته مع أهله وأصدقائه وزملائه، فلذلك كان من المؤثرين جداً في حياتنا وتربيتنا وسلوكنا. إن شاء الله كل عام وهن بألف خير وعافية وحماهم الله وبارك بهم وبجهودهم، وإن شاء الله كل عام وأنتم وجميع المعلمين بألف خير وسلام. يعني نور، بعد ما استمعنا لذكريات كتير حلوة من أهلنا بحمص، طبعا عن قد حلو يعني الذكريات والتفاصيل طبعا، ونحن كنا عم نقول بالبداية الحلقة يمكن كلياتنا عنا هذا الأستاذ اللي ما بننساه، إن كان اللي خلانا نحب مادة أو
ما نحب مادة، ولكن بشكل عام اليوم نحن عم نحكي عن عيد المعلم. المعلم بسوريا برغم كل التحديات والظروف اللي مرينا فيها، هو ما كان فقط عم يعطي واجب تعليمي وتدريسي، لا، كان عم بيساعد ويساهم طلابنا بأنه يشوفوا الأمل بالمستقبل، وأنه في تحديات كتير بيقدروا يتخطوها مهما كانت هاي الظروف اللي نحن عم نمر فيها صعبة، وكان لهم دور كتير كبير. لهيك نحن اليوم هنحكي أكثر عن مبادرة مهمة انطلقت الفترة الماضية، كانت هالمبادرة من أحد المعلمات اللي هي ضيفتنا اليوم بالاستوديو واللي هي عبير مبارك. أكيد سلمى، عم نحكي عن مبادرة صغيرة بلشت فيها الآنسة عبير لتتوسع هي المبادرة وتتحول لأسلوب عمل للتعويض الفاقد التعليمي من الطلاب اللي ضرروا جراء الزلزال في المحافظات المنكوبة. نحكي عن هي المبادرة وفعليا قديش جميل نشوف اليوم استمرار هيدا النفس عند المعلم السوري رغم كل الظروف والتحديات المستمرة اللي عم تواجهنا كلياتنا، إن كانت اقتصادية، معيشية، نفسية. معنا صاحبة المبادرة الأستاذة عبير مبارك. صباح الخير وكل عام وانت بألف خير. يسعد صباحكم. إلي الشرف أنه سيادة الوزير اختارني لكون معكم بهالحلقة المميزة بعيد المعلم. كل عام ومعلمنا الأول قائدنا السيد الرئيس بشار الأسد طبيب العيون بألف خير، قدوتنا في العطاء والعمل، وسيادة الوزير بألف خير، والدكتورة ريما زكريا رئيسة المكتب الإعلامي المشجعة والداعمة لنا في خطواتنا، أخذت بيد كل ما نحتاجها، والمشرفة على هذه المبادرة مدير ومؤسس مجموعة صانع الخالدين التربوية، المبادرة باسم صانع الخالدين دائما معكم الأستاذ ماهر لطفي قريط بألف خير. بوجه كمان معايدة لموجهيني اللي قلن فضل علي أكيد من مسيرتي التعليمية، إن كان هذا أحمد حسين حاليا أستاذ سام إسماعيل، ولا إدارة مدرستي والكادر التدريسي في مدرسة الخدساء في طرطوس، ولكل معلم سوري شريف ومعطاء. أكيد بدنا نقول لهم كلهم كل عام وانتم بخير. وخلينا نبلش مع حضرتك من صانع الخالدين معكم دائما، نتعرف أكثر على هالمبادرة، إمتى انطلقت والهدف منها؟ طبعا مجموعتنا مجموعة صانع الخالدين الجوهرة التربوية هي مجموعة تربوية انطلقت منذ 4 سنوات، هي كانت باسم تربوي من أجل سوريا أسسها الأستاذ ماهر، ثم أصبحت مجموعة سوريا لنا الشاملة والمتنوعة صانع الخالدين متخصصة بالشؤون التربوية. قدمت سابقا مبادرات في ظل جائحة كورونا، كان لنا مبادرة في تعويض الفاقد التعليمي طبعا على مستوى سوريا، نحن دائما نتوسع ونحاول الوصول إلى الأطفال في جميع المحافظات السورية، وإن كان النادي الصيفي الإلكتروني الذي يشجع مهارات ومواهب وأبداعات الأطفال وأيضا في جميع المحافظات السورية. أسس ابنك مع صانع الخالدين كان بإشراف الأستاذ ماهر، بحيث أنه ما عاد المعلمات يحتاجوا والأمهات أنه يبعثوا أولادهم على معاهد أو صيفية أو هيك، بيصير عندنا تأسيس إن كان بالرياضيات وجميع المواد انطلقنا فيها كمان الصيف الماضي مع النادي الإلكتروني في ظل الكارثة الأخيرة، والحمد لله رح نتجاوزها أكيد بإرادتنا ومحبتنا لوطننا. طبعا نحن بحكم انه موجودين بالمجموعه وعلى تواصل مع معلمات بجميع المناطق، تواصلنا مع المعلمات بالمناطق المتضرره والامهات واولياء الامور، وحطونا بصوره الوضع انه رغم انه في طبعا الرحمه لضحايا الزلزال كل الرحمه، في ضرر، وفي انه حتى لو كان الطفل بمأمن للاسف في مدارس توقفت والتعليم في بعض المناطق توقف ان كان باللاذقية بإدلب بحما، تم التواصل معي مع حلب. فهون نحن دائما نشعر بالمسؤولية في مجموعتنا أمام أي موقف أو أي ظرف، فانطلقنا بمبادرة صانع الخالدين دائما معكم لنوصل لكل طفل، مثل ما بيقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فوجعهم وجعنا، يعني نحن وجعنا معهم، يمكن ما عشنا هي اللحظات، نحن بطرطوس عشنا هي اللحظات الحمد لله ما كان فيها الضرر الكبير، بس ما بنقبل، يعني كان سيادة الوزير متشكره على المتابعة والاهتمام، قراره باستمرار العملية التعليمية في المناطق التي لم يحدث بها شيء قرار صائب، لأننا نحن نحتاج أن يكون هناك طرف قوي يعين الطرف الذي أصيب بضرر ما كي نقوم بمتابعة المسير العملي التعليمي. فهون احنا حاولنا نوصل لكل الطلاب بالمشاورة مع فريق العمل، إن كان الدكتورة ريما، الأستاذ ماهر، الأنسي دانا مقدسي، الأنسي هبة أبو اسماعيل، الأنسي رشا الحكيم. فانطلقنا بالمبادرة أنه نحن رح نعمل جروبات على الواتس من الصف الأول للصف السادس، كل مجموعة فيها عدد من المعلمات، طبعا بسبب الظروف الصعبة نحن اخترنا الواتس أسهل من الفيس،
لانه البعض موجود بمراكز الايواء. صحيح. وحقيقه لقينا تعاون منيح من الاهالي، توصلوا لك كمان لاكبر عدد. لاكبر عدد الواس عم يضل اسهل بالتواصل. فهون المبادره انا صرت عم حس انه عم نحقق اكثر من هدف منها. كان استجابه المعلمين رائعه، يعني الانسه دانا والانسه هبه معي بالاشراف صف اول وانا صف رابع، والحقيقه ما عملت قاعه لكل مدرس لانه الامور شوي صعبه، لانه في عالم بالدوام وفي عالم بده تعطي من بيته. فاللي كان عنده اللي عم يعطي بالمدرسه عم يصور الدروس اللي عم يعطيها، ان كان استراتيجيات او مقاطع فيديو او تصوير حل الدروس، واللي كان بالبيت عم يشرح. يعني مثل انا مثلا درس المساحه والطول مثلا لاعطيه المساحه والمحيط، المسافه والطول خصصت 4 دقائق شرحت فيها درس الرياضيات وبعدته على مجموعه الصف الرابع، نحن عندنا من الاول لحتى السادس. كذلك المعلمات في منهم ما عندهم دوام هلا كمان عم يشرحوا بالبيت، بالاضافه لاستفسارات الامهات. مثلا شرح الدروس العربي انا كثير بشكر استجابه المعلمات السريعه اللي بتخليك تحسي عن جد انه لسه الدنيا بخير. يعني هو عمل تطوعي دون اي مقابل. هي جزئيه بدي وقف عندها، هو استجابه ومشاركه المعلمات والمعلمين معكم بالمبادره. لما نحكي عن مبادره هي عمرها اليوم 4 سنوات، كيف تم تصويبها فورا باتجاه الكارثه اللي نحن عشناها، والى الان في لها اضرار كثير كبيره على المحافظات اللي كان لازقيه وحلب وادلب، خصوصا بمسيره واستمرار عجلة التعليم، مشاركة وتفاعل المعلمات. خلينا نحكي عن الجزئية وقديش فعليا بتكبر القلب انه عندهم هيدا النفس بعد، وبنعرف قديش مضغوطين عندهم ظروفهم بالبيت، بنعرف المردود المادي اللي هو اساسا ما انا قدران يسد جزء بسيط اليوم من مجهودهم الكبير اللي عم يقوموا فيه. مثل ما قلتي فعلا شيء بيكبر القلب، قلت لك انا حسيت حالي عم نحقق بمجموعتنا اكثر من هدف. عم نثبت لذاتنا بالدرجة الأولى، لأنه أحياناً الواحد ضغط الظروف المادية والمعيشية بيخليك تقولي أنه نحن تنازلنا عن مبادئنا. لا، انتبهي للاستجابة السريعة مو بس بالقطاع التعليمي، لما صار الزلزال كيف الكل ركض من كل المحافظات ليساعد لو بده شيل حجر. فنحن بدنا نشيل حجار هيدا الزلزال. كانت استجابة رائعة، يعني البوست كان خلال اللي نزلته أنه ستقوم صانع الخالدين مبادرة لمساعدة أبنائنا في المناطق المتضررة، أنسي عبير نحن بنشارك بالصف الأول، أنسي عبير نحن بالثاني. يعني صدقا أنا كثير تأثرت بهالحالة الإنسانية الرائعة، لأنه أنت عم تعطي من وقتك، والحقيقة عم يعطوا من وقت بشكل، يعني الاستفسار مثلا الأمهات بتبعت على لقرب الصف الفلاني لو سمحتوا حل الصفحة كذا، لو سمحتوا هيدي الفكرة كيف شرحها، إن كان بالعربي بالرياضيات الاستجابة عم تكون سريعة جدا مع شرح مفصل. يعني صرنا حتى عم بيصير في تبادل خبرات بين المعلمات. يعني أنا حبيت فكرة أنه المجموعة يكون فيها أكثر من معلم. عم نعطي أكثر من فكرة، عم نعطي أكثر من شرح، عم نتبادل خبرات بين بعضنا كمان، عم يصير في نقاشات هامة مع موجهين، يعني حتى في توجيهات، حتى تدخلنا بالدعم النفسي. يعني نحن حتى وصلنا لمرحلة أنه طلابنا معكم كثير انبسطوا يا معلمات وكذا، أنا مثلا طفلي بيواجه خوف في أثناء المذاكرة شو رأيكم؟ يعني نحن إسا يعني ما اقتصرنا على الهدف التعليمي بس ضمن هيدا المبادرة، صار في تواصل أكثر مع الأمهات. هلأ امبارح بتخبرني معلمي أنه في أطفال بدرعة ما عندهم نت أو شيء، وصار في انقطاع لسبب معين، أبوهم بالإمارات عم فات على الجروب عم يصور، ولما عم يصر له عم يبعث لهم. كمان في أم سورية بالسعودية أو الكويت استأذنت أنها تدخل على الجروب لأنها هي متابع بالمنهاج السوري عبر التعلم عن بعد، وأنه ابنها كثير استفاد من المبادرة اللي عم نقوم فيها بصفوف التعليمية. ففعلا شيء بيكبر القلب، يعني ما بعرف كيف بدي أتشكرهم، بوجه لهم ألف تحية، وإن شاء الله يا رب هيك بتضل هالإنسانية. ونحن كمان نوجه لهم تحية، ونوجه لك إلك تحية أستاذة عبير، ونقول لك إلك كمان كل عام وأنت بخير بمناسبة عيد المعلم، ولكل الأسماء اللي ذكرتيها المتعاونين بكل المجالات، وشكرا كثير لوجودك معنا. تسلمي لي يا رب، يعطيكم ألف عافية يا رب، وكل عام والجميع بألف خير. نحن حراس المبدأ والقيم والحرف والكلمة، مهمتنا كبيرة والمسؤولية كبيرة، المهمة صعبة بعرف،
ما في مقابل. الله يقويكم يا رب. رسالتنا إنسانية وسامية وإن شاء الله بنضل أكيد رح تقولي بهي الهمة وفعليا بتكبروا القلب. تحية لكل المشاركات من المعلمات معكم بهي المبادرة، مشكورين من القلب أكيد. كل عام وأنتم بألف خير. أنتم بخير يا رب، يعطيكم ألف عافية. شكرا لك. لهون سلمى بتكون رحلتنا الصباحية وصلت للختام بحلقة خاصة واستثنائية بمناسبة عيد المعلم. نقول لكل معلم عم يتابعنا، لكل معلم اليوم مستمر بمهنته عم يعلم طلابه من قلبه رغم كل الظروف الصعبة والتحديات اللي عم نعيشها اقتصادية معيشية. بنعرف قديش المردود المادي اليوم للأستاذ والمعلم قليل، بس عم يعطي فعليا من قلبه. كل عام وانت بألف خير، كل عام وانت يا رب تبقوا بهي الهمة والنفس. أكيد أكيد نور، بدي ضم صوتي لصوتك وعايد كل المعلمين على المساحة والجغرافيا السورية اللي بفضل إصرارهم وعزيمتهم قدروا أنه هن يستمروا بالعملية التعليمية، ورغم سنوات الحرب كانوا بجزء كبير وبعدد كبير من المحافظات السورية هن رديف للجيش العربي السوري من خلال حفاظهم على الكلمة وعلى التعليم وعلى مستقبل أبناء سوريا. تضلوا بألف خير، إلى اللقاء. باي باي.